مساء الخير، فطار خفيف، فطار سهل ومش هطول عليكم. لحمة انتر كوت، كفتة، مكرونة، بطاطس محمرة وشوية حاجات، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على طول على الايه، على الوصفة. ومساء الخير عليكم حبايبي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده معانا فطار خفيف النهاردة في رمضان، وكميات بسيطة على فكرة، يعني الناس مش بتاكل قوي في الفطار، فانا يعني عاملة كميات بسيطة. ده معايا ربع كيلو لحمة مفرومة اهوت، هعمل كفتة غير اللي انا عملتها قبل كده، هيبقى عليها شوية اضافات جديدة وهنشوفها مع بعض، حلوة جدا. ده ربع كيلو لحمة المفروض يتحط عليه ليا مفرومة، انا فعلا قلت حطيت عليه ليا، خليت الجزار حطها لي عليه اهيت، يعني هي مفرومة معايا اصلا، دي اللحمة بتاعت الكفتة بخليه يزود لي عليها ليا، يعني هي المفروض دي ربع كيلو لحمة وعليه مثلا يعني حوالي 100 جرام ايه ليا. وهنحط عليه بهارات معايا وحاجات بسيطة لان الكمية مش كبيرة، ربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة بابريكا ورشة جوزة الطيب، ودي لورا مطحونة، ودوت حبهان مطحون كده، يبقى ايه على بعضه اهوت. وهحط له شوية ملح، عن شوية ملح صغيرين على قدها، عشان دول ربع كيلو بس مش كتير، ملح تقديرنا احنا. طيب معايا اهوت معلقة نشا ومعلقة بقسماط، ده الزيادة اللي هضيفه على الكفتة النهاردة زي ما عملت في كفتة الفراخ قبل كده. احنا في رمضان الناس مش بتاكل كتير قوي على الفطار، حتى لو كلوا بالهنا والشفا، بس انا بعمل على قدنا احنا هنا اهوت. انا كمان عايزه ميه بصل، فانا ايه هحاول اطلع حاجه، بس انا مش عايزه كتير اهوت. ادي بصله صغيره مفرومه اهو، بس كده. يبقى ادي معلقه النشا مع معلقه البقسماط مع البهارات مع معلقه بيكنج باودر. الكفته دي هتبقى كفته يعني حلوه جدا. اهو هما دول كلهم اللي باقيين في الكيس، معلقه الا ربع بتاعت شاي يا دوبك بالظبط، بيكنج باودر. والكفته بقى نعجنها كده على بعضها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قاعدين بقى في رمضان طول النهار، حتى مش تعرفي تمسكي سبحه تسبحي بيها بقى، نسبح واحنا واقفين في المطبخ، نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ونستغفر كتير جدا، شهر الغفران، ربنا يدفع عننا كلنا البلاء وعن العالم كله ان شاء الله. وهعجنها كده وارجع لكم تاني. وادي الكفته اهيت تجانست كلها مع بعضها اهي، ما شاء الله حلوه جدا اهو. ربع كيلو برضو عمل كميه كويسه، انا ما رضيتش ازود له بقسماط اكتر من كده، اللي عاوز يزود هو حر، بس هي كده تبقى طعم اللحمه باين فيها، ما تبقاش طعمها كلها ايه بقسماط وكده اهو. ادي الكفته تجانست، انا عامله معاها حاجه تانية، عامله معاها لحمه شرايح انتر كوت اهوت، ده كيلو وشويه، بس انا بقى هقسمه على مرتين، يعني هعمله صنفين بمعنى اصح مش مرتين، يعني هعمل منه شويه مشويين وهتبلهم دلوقتي حالا اهوت، دولها على البوتاجاز على طول بالعدد كده قطع، قلت عشان ما يفيدش اهو. دول هعملهم ودول هعملهم حاجة تانية. طيب دول هحط عليهم بصلاية اهو، وهحط عليهم شوية زيت زيتون، حوالي 3 معالق زيت زيتون،
اهو وادي الملح بتاعهم اهو على قدهم بالظبط، وادي رشة جوز الطيب، وادي شوية فلفل اسود، شادية تحط لي بس كده، واحط لها شوية بهار مشكل اهو مش كتير، حاجات بسيطة الكمية مش كبيرة، بهارات كتير بس قليلة جدا، وادي اهو حبة صغيرين جدا لورا مطحونة عشان هي مش عايزة احط فيها صحيح يعني، وادي كمان شوية حبهان اهمت مطحونين برضو رشة خفيفة بس. دي بقى انا هحط عليها صويا صوص، انا ببقى احطه في الطاسه وانا بحمرها، بس انا هحطه دلوقتي، انا عاوزاه يتنقع فيها معاه. ادي 3 معالق صويا صوص، وهحط لها شويه بابريكا بس كده خلاص. تمام كده، كده فيها كل اللي انا عايزاه اهوت. هقلب بقى اللحمه كده فيها الصويا صوص اهو، شايفين ما شاء الله شكلها حلو من قبل ما تتعمل. الاكل ده ما بيحتاجش يقعد وقت طويل في التتبيله، يعني لو دي اسرع اكل قبل الفطار يعني بساعه تكون مفكاهم بس وحط الحاجات دي عليهم، ما بيحتاجش وقت ان هو يبات ولا يقعد 5 6 ساعات اهو. كده اللحمة كلها اخدت اهم التتبيلة اللي انا عملتها لها اهو كده تمام. اما بقى الباقيين دول اهمت، انا مش هعملهم النهاردة، بكرة بقى هعملهم مع حاجة تانية جنبهم على البوتاجاز كده بطريقة معينة، برضه هنبقى مع بعض. لكن اللي هنعمله النهارده هو ده، يبقى اللحمه دي والكفته، وهعمل جنبهم مكرونه او رز بشعريه، وهسيبهم شويه بس ياخدوا يدوا مع بعض كده في التتبيله، وهرجع لكم تاني قبل ما اولع عليهم. كده هي التتبيله بتاعت الكفته قعدت بقالها شويه كويسين اهمت، اكتر من ساعة، واللحمة برضو، وعندي مية البصل الحبة اللي انا قلت عليهم الصغيرين دول، انا مش عايزة اكتر من كده. اهمت هحط عليهم معلقة صلصة، وبرضو عشان ما اطولش الحلقة انا هعمل معاكم بس ايه واحدة كده بسرعة اهوت. دي العصايه بتاعت الستيكس او بتاع الاكل الصيني، مش بتاعت الشيش طاووق ولا حاجه اهيت. 2 هبدا اصبع عليهم بقى الكفته كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا عايزه الاول اعملهم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الكفته دي انا هعملها على البوتاجاز على الصينيه من فوق، مش هعملها في الفرن اهو كده، شايفين كفتية طالعة ازاي اهي، سهلة جدا وبسيطة، ادهنوا بس العصاية كده اهو. هعمل دي بس معاكم كمان اهو، العصيان دي لازمتها طبعا ان هي تعمل فراغ جوه صباع الكفته، وهيبقى حلو كده ومفرغ. ان شاء الله نبقى نعمل حلقه شوي بقى في وسط رمضان ان شاء الله باذن الله اهو. تقسيمه الكفته دي بايدك انتي اهو كده اهو، شايفين اهو، وبتتسحب في منتهى السهوله اهي. بصوا صباع الكفته طالع اهو، هكمل بقى الباقيين وارجع لكم تاني.
طب ادي اللحمه كمان عشان اولع عليها عشان الوقت ما يضيقش عليا اهوت. ادي الطاسه هي التيفال اهو اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الطاسه على قدها، هي هتكش شويه برضو اهو. خلي دي في النص تمام كده، وهغطيها. ده البصل بتاعها اهوت اللي فيه تتبيله، مش هرميه، هحطه عليها كده اهو، تشرب مع بعضيها كده. وهولع عليها البوتاجاز على نار وسط وهغطيها بغطا. وادي الكفته اهيت، هحطها بقى على النار هي كمان على البوتاجاز من فوق وهغطيها. ادي اللحمه اهيت ما شاء الله اهي، اكنها مشويه بالظبط كده خلاص اهو. قلت اوريها لكم اهي، شوفوا مستويه جدا اهي. قبل ما افرغها بقى واحطها في السيرفيز واطفي عليها اهو، وهوريكم بقى الكفته كمان. طبعا عملت جنبها مكرونه وبطاطس محمره، دي الحاجات دايما يعني وانا عملتها قبل كده. وادي الكفته اهي ما شاء الله، شايفين عامله ازاي جميله جدا اهي. وادي البطاطس المحمره، وادي المكرونه كمان كده، اكلنا كله جاهز ما شاء الله. وكده اهوت خلاص الكفته اهي ما شاء الله استوت جميله جدا اهي في منتهى الجمال. ومعانا زواقه بقى وهنزوق. وادي اللحمه استوت، وعملت جنبها مكرونه، انا قلت طريقتها قبل كده، انا مش بسلقها، وبطاطس محمره وحبه حبشتكنات جنبها. دوق انت بقى الكفته وقولي ها استوت. واو حلوه جدا جامده جدا. اللحمه استوت، يلا عشان نختم الحلقه طولت. واللحمه يلا كده نتعب شوية. ايوه استوى، انت كنت ما بياخدش حاجة على البوتاجاز. حلوة قوي 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 كده يعني. يوم سهل وخفيف اهوت، وكمياته برضو بيفيد. واشوفكم المرة الجاية على خير، واقول لكم واو. ما تنسوش بقى السبسكرايب واللايك والحاجات دي كلها. وعايزة اقول لكم الولاد كلهم واقفين جنبي، افتن عليكم افتن يا روري. يلا باي باي، يلا لول.